هذه المنافسة القوية والمثيرة والشريفة ما بين المشاركين لانتزاع الفوز والناموس ضمن هذا المهرجان، مهرجان سرحان، بالإضافة إلى تسعيرة هجن الرياسة الأولى. ينطلق مشاهدينا الأعزاء، هذا هي صاحبة أفضل توقيت زمني، كانت الظفرة للسيد أحمد بن محمد بن شملان التي اختطفت أيضا الرمز بتوقيت زمني مقداره مشاهدينا الأعزاء 5 دقائق 57 ثانية، 7 أجزاء من الثانية كانت صاحبة الفوز والانتصار وأفضل توقيت زمني يسجل في هذا الصباح. ينطلق هذا الشوط، الشوط 9 الخاص بالقعدان الشرايا، وهو أحد الأشواط المفتوحة لكل الراغبين بالمشاركة في أرضية هذا الميدان وفي هذا المهرجان. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة رصدت أيضا للفائز المركز الأول. نتابع المقدمة ونسير دائما مشاهدينا الأعزاء، متابعي أيضا هذه القنوات الرياضية الناقلة أيضا لهذا المهرجان، ومتابعي أيضا قناة أبو ظبي الرياضية سيدة القنوات الرياضية التي تنقل هذا الحدث الرياضي الكبير. نتابع المقدمة، وفي المركز الأول حداد اللي على المركز الأول لسيد حمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي من يأتي بمقدمة هذا الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، لدى وجود أيضا مشاهدين الأعزاء من يحتل المركز الثاني هملول لسيد حمد بن الدحبة بن قناصل العامري، بينما المركز الثالث وصول هنا مشاهدين الأعزاء من ضجيج خذ المركز الثالث لسيد سالم بن هلال بالعرس الحميري من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع تدخل ايضا من دابان عبد الله بن علي بن حمد الفهيد المري من يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع من الجانب الاخر مشاهدينا الاعزاء من صحياتي على المركز الرابع لا سيد محمد بن عبد او سعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري خذ المركز الرابع. المركز الخامس وصول ايضا من الساعي سالم بن كرامة بن عيض العامري. سادسا ياتي هنا ايضا مرموق محمد بن عبد الله بن معرض المشغوني. سابعا ننتقل الى المركز السابع في هذه اللحظات بوجود الظبي حمدان بن غالب بن حمدان الفلاحي. المركز الثامن وصول على المركز الثامن مشاهدينا الاعزاء الواش لا سيد احمد بن معيوب بن قدش العامري على المركز الثامن. وتاسعا ياتي هناك حبشان لا سيد خليفة بن نصيف بن خليفة الخيالي. والمركز العاشر تدخل ايضا مشاهدينا الاعزاء هناك في هذه اللحظات من ايضا دير بالك حمد بن يمعه بن عبد الله الكعبي من يحتل المركز العاشر. بهذا اكملنا ندانا الاول للعشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل. يا سلام، هذا هو الشوط التاسع، هذا هو شوط القعدان ومنافسة القعدان والتحدي الجميل مع القعدان. العودة الى المقدمة، العودة الى الصدارة، العودة الى المركز الاول. هداد هداد ما زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. حمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي من يعلن بانطلاقة هذا الاسم خلال هذا الانطلاق. ضجيج ومسوي ضجيج ضجيج على المركز الثاني. سالم بن هلال بالعرس الحميري من يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث ياتي منصح لها سيد سعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري من يعلن ايضا بوجوده مع المركز الثالث خلال هذه اللحظات. اهالي سرحان مع الثلاث المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق. خلاص الكيلو متر الاخير، الكيلو متر الاخير. هنا المركز الرابع وصول ايضا من مرضي حمد بن مبخوت بن خموشه العامري من ياتي ايضا بالمركز الرابع. المركز الخامس تدخل من الجانب الاخر وسام محمد بن بطحان بن قران المنصوري. وصول المنتصر، وصل المنتصر، المنتصر هنا مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي مع المركز الخامس في هذه اللحظات في هذا التحدي الرائع والجميل والانطلاق المثير. الله، المنافسه قويه، التحدي قوي. هنا الانطلاق مع المقدمه مع الصداره القياده ما زال ايضا هنا. هداد هداد على المقدمه، هداد على المركز الاول، حمد بن عتيق بن محمد بن خليفه العميمي، ولكن غير 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 ضجيج، غير ضجيج الى المقدمه. انطلق ضجيج، الله
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو دقيق، ها هي انطلاقات دقيق على مقدمة هذا الشوط. سالم بن هلال بن عرس الحميري المركز الثاني، وصول ايضا هنا مرضي مرضي حمد بن مقوت الخموشة العامري العامري، قادم العامري مع اللحظات الاخيرة، قادم العامري دقيق دقيق، وايضا مرضي مرضي ودقيق مرضي 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 غير الى المقدمة، اعلن بالانطلاقة لدى مقدمة هذا الشوط اهالي المنطقة الغربية، اهالي المنطقة الغربية بدون اي اوامر. مرضي مرضي حمد بن منقود بن خموشة العامري، ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق الرائع والجميل. المركز الثالث دقيق لا سيد سالم بن هلال بالعرطي، المركز الثالث المنتصر لا سيد مطهر بن راشد بن مفتاح الشامسي، والمركز الرابع كان ايضا هناك في المركز الرابع البتار لا سيد مبارك بن محمد بن ناصر العامري، والمركز الخامس ايضا من نصيب مشاهدينا الاعزاء هداد سيد حمد بن عتيق بن محمد بن خليفه العميمي. ما شاء الله لحظات التجاوز، لحظات التحدي والانطلاق حتى الامتار الاخيره، لاتى ايضا مشاهدينا الاعزاء هنا مرضي ليرضي مالكه ويرضي اهالي الغربيه. حمد بن مبخوت بن خوش العامري بتوقيت زمني 5:57 من الثانيه، ايضا مشاهدين الاعزاء لياتي بهذا الانطلاق بنفس التوقيت الافضل في هذا الصباح. اشكرك ابو مبخوت، اشكرك ابو نخوشه، سلام للغربيه، سلام على هذا الاداء الرائع والجميل. المركز الثاني مشاهدين الاعزاء كان من نصيب دقيق لا سيد سالم بن هلال بن عرس الحميري بتوقيت زمني 5:59 6 من الثانيه، بينما المركز الثالث كان من نصيب المنتصر لا سيد مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي، من اعلن ايضا بوصوله بالمركز الثالث لهذا الانطلاق 6:01 7 من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.